شكرا المطربة نجود عجب على الأداء الجميل حقيقة، ويمكن يعني بتظهر لنا في أغنية غادر الزمن بصمة الشاعر الملهم الفنان عوض جبريل. يعني عوض جبريل الله يرحمه يعني في واحدة من الجلسات الفنية بيقول لي أنا يعني ما كتبت الشعر طوالي، هو نشأ في حي العرب حقيقة، وحي العرب طبعا هو حي يعني يضم كبار المبدعين في الساحة، شعراء الحقيبة والفنانين الكبار كلهم من حي العرب. فبيقول لي أنا كنت بمشي لشاعر الحقيبة الكبير عبد الرحمن الريح، وعبد الرحمن الريح بالمناسبة هو القنطرة ما بين الحقيبة والغناء الحديث، آخر شاعر قنطرة. فهو يعني غنوا له فنانين الحقيبة المعروفين كرومة وسرور ولمين برهان إلى آخره، ثم الجابري وعدد كبير من الفنانين ابراهيم عوض، فهو القنطره. فقال لي انا كنت بقعد مع الطاهر ابراهيم والشاعر الكبير عبد الرحمن الريح لمده 25 سنه، 25 سنه انا بستمع بس. وبالمناسبه الطاهر ابراهيم ربنا يديه الصحه والعافيه، اللي شكل ثنائيه باهره جدا مع الفنان ابراهيم عوض الله يرحمه من ابناء حي العرب، وابن خاله عوض جبريل، وعوض جبريل متزوج شقيقة الأستاذ الطاهر إبراهيم الحاجة نورة. ويمكن يعني عوض جبريل يعني اشتهر بالبساطة حقيقة. نحن نشكرك على هذا الأداء الطيب، وننتقل طوالي للمطربة المتألقة رفيعة أحمد صاحبة الأداء المتميز. فهتقدم لنا شنو؟ والناس فطروا حقيقة، الناس فطرت وجاهزوا عايزة تستعمل الغنى الجميل يعني. السلام عليك يا دكتور. هنغني أغنية لو بتعرف للفنانة أسرار بابكر، ربنا يديها الصحة والعافية إن شاء الله. نعم، أسرار بابكر طبعا فنانة مميزة ظهرت في منتصف التسعينات وسجلت عدد من أشرطة الكاسيت في فترة رواج الكاسيت يعني من 92 إلى بداية الألفينات و2006، واشتهرت بأداء النشيد القومي السوداني أنا سوداني أنا، وهاجرت إلى الأمارات الآن تقيم في الأمارات. هذه الأغنية حقيقة لو بتعرف من ألحان الفنان، أنا بقول الفنان يوسف السماني، وهو فنان يعني بدأ فنان، وهو الآن مؤسس ومدير الإذاعة الرياضية. نحن نحييه ونستمع إلى أغنية لو بتعرف. Thank you.
على الأداء الرفيع. وبالمناسبة لو بتعرف دي يعني عدد من الأغنيات في الساحة الفنية بتحمل نفس الاسم. يعني مصطفى سيد أحمد عنده أغنية اسمها لو بتعرف، جابري الله يرحمه عنده أغنية اسمها لو بتعرف، أنا عندي أغنية اسمها لو بتعرف، غناها اسمها الحسب الدايم، يمكن كل العازفين دي العازفوها. يعني لو بتعرف كيف بحبك ما بتزيد الصدى عليا، مرة حاسب أنت قلبك يا حبيب أرجع إليا،
تلقى في أعماق ريدك يا حنان مزدام فنون، أصل عارفك يا حنين ما بتحاول يوم تكون، تهدي للناس المحن ورقة الطبع الحنون. نرجع تاني يعني ليها، رجعنا تاني للفنانة المتألقة ملاز، وياريت نعرف هتقدم لنا شنو للمرة الثانية يعني. ونحن برضو في شهر رمضان نحيي المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، ونقول لهم تصوموا وتفطروا على خير. إن شاء الله يصوموا ويفطروا على خير وكل الأعمال الجميلة. أنا حغني شوف العين قال الدلالة. يا سلام، شوف العين قال الدلالة. بالمناسبة الأغنية دي من كلمات الشاعر الحقيب الفحل، الشاعر الكبير أبو صلاح، صالح عبد السيد أبو صلاح. ويمكن في دراسات الأدب السوداني ودراسات في فن الحقيبة يصنف أبو صلاح من أشعر شعراء الحقيبة حقيقة. يمكن القصيدة دي بالذاتها وهذه الأغنية غناها كرومة، وهذه القصيدة عندها مناسبة يعني مناسبة معروفة جدا. قال أبو صلاح في واحد من اللقاءات الإذاعية موثقة يعني، قال إنه في واحدة من حسان أم درمان كان معجبة جدا بأشعار الشاعر أبو صلاح، شاعر مميز يعني، فكان بتتمنى أن تشوف أبو صلاح، سامع أبو صلاح الشاعر الكبير، لكن ما شافته. زمان كان المجتمع طبعا محافظ وما من السهولة أنك تشوف البيت أو تلاقيها زي ما بيحصل زمننا ده. فحتى يعني في أغنية شهيرة بتأرخ للمسألة دي، حاول يخفي نفسه وهل يخفى القمر في سماه، أبدا لا وطبعا لا شفناه، يعني عشان تشوف دي ذاتها مشكلة. فهي قالت أنا عايزة، كان عندها واحدة قريبتها قالت لها أنا والله متمنية أشوف الشاعر أبو صلاح، فقلت لها والله بالمناسبة عندنا يوم الخميس حفلة، حفلة طبعا بتستمر من حد الصباح زي ما بقول لك بيل، فقالت لها خلاص الليلة بس داري أجي أقابل أبو صلاح ده أشوفه. فأبو صلاح لما جاء خاشي قبل ما الحفلة تبدأ، فقامت قريبتها قالت لها الماشي بالشمال طوالي ده أبو صلاح، فهي طبعا خدت له صورة معينة كده في ذهنها، لما شافته قالت بدون يعني بتلغائي كده ده لا لا هو سمع طوالي، شوف العين قالت دلالة، صدت من تيها ودلالة. يا ريت نستمع لهذه الأغنية الخالدة في تاريخ الفن السوداني. I'm
العين.